أهلا وسهلا بكم. اليوم حنوريكم كيف تستعملوا نظرية فيثاغورس بطريقة سهلة جدا من غير استعمال المعادلة. شيء سهل 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 جدا، ولهذا فرجوا الآن وتشوفوا. طبعا نظرية فيثاغورس هي نظرية تحدد العلاقة بين أطوال الأضلاع في المثلثات القائمة. طبعاً فيثاغورس اكتشف النظرية هذه بهذه الطريقة. فيثاغورس عمل إنه قاعد يرسم في مثلثات زاوية قائمة، ورسم العديد منها، ممكن الآلاف من المثلثات ذوي الزاوية القائمة، وقاعد يقيس في الأطوال متاع الأضلع في مثلث قائم الزاوية، وقاعد يرسم في مربع على كل ضلع. شنو اكتشف فيثاغورس؟ اكتشف إن دائما المساحة اللي على الضلع اللي هو الوتر دائما تساوي مجموع المساحات متاع المربعات اللي على الأضلع الأخرى، ولهذا مساحة المربع هذا دائما تساوي مجموع المساحتين بتاع المربع الأزرق والمربع الأسود. يجمع المربعين هما يلقى المساحة بتاع المربعين هذول، لما يجمعهم هي نفس مساحة المربع اللي على الوتر. وزي ما قلنا دار الشيء هذا أكثر من مرة، يعني كرر القصة هذه، ولهذا هذه هي نظرية فيثاغورس. يعني هذا كيف وصل الأستاذ فيثاغورس للنظرية هذه. طبعا أنا معظم المدرسين يعني يستعملوا في معادلة لإيجاد الضلع المفقود في نظرية فيثاغورس. يعني احنا ممكن نعطيك هذا الضلع ونعطيك الوتر ونقول لك أأتي بالضلع هذا، يعني ولا شنو الضلع هذا يساوي، أو نعطيك الضلعين ونقول لك شنو الوتر يساوي. طبعا المتفاهم عليه هنا إن المعادلة تقول ألف مربع تساوي ب مربع زائد جيم مربع، وألف هذا هو الوتر، دائما ألف الوتر. طبعا أنا لا أستعمل هذه المعادلة، المعادلة هذه صحيحة، ولكن في شيء أسهل تقدر تستعملوه دائما لإيجاد الضلع المفقود في مثلث قائم الزاوية. ولهذا نذهب لثلاثة أمثلة وشوفوا أنتم كيف تقدروا تعملوا شيء هذا بسرعة فائقة لتجد الضلع المجهول في مثلث زاوية القائمة. هادو ثلاثة أمثلة. في الأمثلة هذه يعني شنو تبي تعرف أنت دائما؟ تبي تعرف هل الضلع اللي تبي تجد قيمته هل هو الوتر أم لا؟ هذه هي أهم شيء. هل الضلع هو الوتر ولا الضلع ليس الوتر اللي انتم تبوا تجدوا قيمته؟ هنا في السؤال الاول هذا الوتر نعرفه، لان هذا هو الوتر، ولكل من لا يعرف ما هو الوتر في مثلث زاويه القائمه، الوتر دائما هو اطول ضلع في المثلث زاويه القائمه، وكذلك الضلع دائما يكون معاكس للزاوية القائمة نفسها. يعني لو تشوف أنت هذه الزاوية القائمة عكس الزاوية القائمة هو الضلع هو، ولهذا هو الوتر. ولهذا هنا لو نبي نعرف الوتر كذلك عكس الزاوية القائمة هذا هو الوتر. هنا الضلع اللي عكس الزاوية القائمة هو هذا، ولهذا هذا هو الوتر. في المثلث زاوية القائمة. ولهذا أنا سهلت على الطالب إنه يجد القيمة بطريقة سهلة جدا وسريعة. عندما تبحث على ضلع ما يكونش الوتر، لو الضلع ما كانش الوتر اللي أنت تحاول تجد قيمته، شنو تعمل؟ تعمل الجذر التربيعي للوتر مربع ناقص الضلع اللي أعطوه لك مربع.
هنا كذلك احنا لازم نجد الضلع وليس الوتر. الضلع، ولهذا كما قلنا لو انت في مثلث زاوية القائمة تريد الحصول على قيمة الضلع اللي هو ليس الوتر، دائما المعادلة تكون الوتر مربع اللي هي 15 مربع ناقص الضلع المعطي اللي هو 12 مربع. المعادلة في السؤال الثالث هذا احنا يجب ان نجد الوتر. لما انت تبي تجد قيمة الوتر تتغير المعادلة، تصبح تجمع الضلعين هما تربيع الضلعين، ولهذا بصير 4 مربع زايد 3 مربع. ولهذا الجذر التربيعي للضلع الأول تربيع زايد الضلع الثاني تربيع. نعود مرة ثانية، عندما يعطوك قيمة الوتر وضلع آخر دائما لتجد الضلع المفقود تدير الجذر التربيعي متاع الوتر تربيع ناقص الضلع المعطي لك تربيع. ولهذا هذو الاثنين انت تبحث على ضلع ليس الوتر، ولهذا بتدير الوتر تربيع ناقص الضلع المعطي لك تربيع. ولكن لو انت تبي تجيب الوتر او تجد قيمة الوتر، في هذه الحالة تربع الضلع الأول وتربع الضلع الثاني وتجمعهم، بعدين تجد الجذر التربيعي متاعهم. ولهذا هذه الطريقة السريعة من غير ما تستعمل المعادلة، وهي طريقة يعني أسرع وأسهل، يعني سهلة جدا. ولهذا الآن تأخذ الآلة الحاسبة تبعك وتدير 25 تربيع ناقص 7 تربيع بتساوي، وبعدين عندما تجد الجذر التربيعي متاع الرقم اللي عندك 576 تلغى القيمة متاع الضلع المفقود هي 24. هنا كذلك تعمل 15 تربيع ناقص 12 تربيع، الإجابة 81. تعمل الجذر التربيعي لل 81 تكون الإجابة 9. وفي المثلث الأخير تدير 4 تربيع اللي هي 16، 3 تربيع اللي هي 9، هذه تعطيك 25. الجذر التربيعي ل 25 يساوي 5. وهذه هي نظرية بيثاغورس بطريقة سهلة وسريعة جدا. الحالة الوحيدة اللي تجمع فيها التربيع متاع الضلعين هي لما أنت تبي تجد قيمة الوتر، ولكن لو الوتر معطي ليك دائما تدير الوتر تربيع ناقص الضلع المعطي ليك تربيع. وهذه هي بطريقة سهلة وسريعة جدا. أتمنى أن تنال هذه الطريقة أعجابكم. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا مشاركتكم للفيديو والاشتراك في قناتنا. إلى لقاء آخر، مع السلامة.